اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة حمزة ذا فيبر. بقالنا سنتين تقريبا والفيب بقى منتج قانوني ومرخص في مصر، وبدأت شركات كتير ان هي تسجل لمنتجات مشهورة ومعروفة علشان تبدأ تبقى موجودة في مصر بشكل قانوني، وتبدأ تسجل المنتج رسميا علشان تزود من فرص انتشاره ويبقى موجود في اي مكان. ولكن في شركة قررت بقى ان هي ملهاش دعوة بالحاجات المشهورة، هي هتعمل حاجة مخصوصة ومناسبة للسوق المصري وتكون الشركة مصرية 100%. مين هي وقدمت ايه وهتقدم ايه؟ ده اللي احنا نتكلم عنه النهاردة. الشركة دي هي شركة مصرية بالأساس واسمها ملك الزمان، وراحت الصين بدأت تصنع أول منتجاتها، وأول منتج هنتكلم عنه النهاردة اللي هو ملك الزمان موديل 10,000 باف، وبتقدم التعديلات والكاستمايزيشن بيزد على الفيدباك والأراء اللي تاخدها من السوق المصري. هنا بدأوا بأول موديل اللي هو 10,000 باف ده، ولما هتلاقيه متوفر هتلاقي دايما عليه البندرول دي، معناها ان هي مطابقة لمواصفات وزارة الصحة ومدفوعة الجمارك والضرائب وكل الحاجات دي. واي ديسبوزبل او ليكويد هيكون مترخص هتلاقي ان الماكسيمم نيكوتين بتاعه 20 ميلي جرام نيكوتين، وده اللي موجود في الديسبوزبل ده. ده 10,000 باف بيستخدم كويلات مش كويل، والبطارية 700 ميلي امبير، وليه طبعا تعليق جامد هقوله في موضوع البطارية او ما نبدأ نستخدم الجهاز ده واقوله كرة. الشركة بقى الفترة الجاية هتبدأ تستخدم نفس الفليفرز الموجودة دي، وبرضه هتفضل تعدل فيها بيزد على الفيدباك والاراء اللي انتوا بتقولوها، علشان يعملوا مودلز اكتر فيها شاشات بقى وفيها حركات ولعب وتحكم في الاير فلو اكتر من الموجود في اول ديفايس. ولو انت شخصيا كنت جربت ملك الزمان قبل كده، اتمنى ان انت تقول رايك في الكومنت وجربت فليفر ايه. في ميزه كمان بحبها قوي بقى في الاجهزه دي، ان مع كل علبه بتلاقي فيه موجود جوه لانيارد علشان تعلق فيها الديسبوزبل لو انت بتحب ان انت تبقى معلقه على رقبتك يعني. طيب احنا معانا النهارده بقى 15 فليفر هنجربهم، وهقول لكم وصف كل فليفر من اللي موجودين في الشركه. ده اول فليفر وهو مانجو بيتش ووتر ميلون. اول تعليق، وده موجود طبعا في كل الديسبوزبلز، ان مفيش تحكم في الاير فلو وفتحه النفس ضيقه جدا، فده للناس اللي بتحب النفس الواسع مش هيبقى الطف حاجه، ولكن الناس اللي بتحب النفس شبه السجاير فالنفس هنا ضيق وبيوضح الطعم جدا جدا. طبعا زي ما قلنا ده تركيز 20 نيكوتين، والفليفر انا ضايقه واضح جدا، ولكن طعم الخوخ والمانجا طاغين قوي على البطيخ، والايس واضح ومسكر جدا. الفليفر اللي بعد كده هو الكولا ايس. بصراحه نوع الكويل اللي مستخدمينه اعتقد ان هو نوع محترم، وصاحب الشركه كان قال لي ان هم غيروا نوع الكويل اللي بيستخدموه، برضو غيروا البطاريه وعملوا تعديلات وانهانسمنت في الفليفر بعد ما نزلوا اول باتش واخدوا اراء الناس اللي اشتروا الديسبوزبل ده. انا هنا ضايق، طعم الكولا واضح جدا والايس يعتبر عالي، بس انا كنت دقت كولا ايس مسكرين اكتر من كده، ده نسبه التسكير بتاعته تعتبر متوسطه. اللي انا بقى لاحظته جدا في البطاريه دي ان هو علشان يا دوبك بتنور ازرق كده وانا بشرب، مفيش شاشه مفيش اي شغل حاجه تكونسيوم البطاريه، فالديسبوزبل ممكن تقعد معايا اليوم كله وبعد كده بشحنها، والشحن طبعا بتاعها بتايب سي، فبما انك بتشرب باير فلو ضيق قوي مفيش شغل كتير في الشاشات، ده بيوفر جدا بالبطاريه وبتخليها تعيش معايا. الفليفر اللي بعد كده فانيلا لاتيه. دي اعتقد هتبقى التوب سيلينج عندهم، معظم الناس في الديسبوزبل بيحبوا الفواكه الساقعه بس برضو بيحبوا الحاجات اللي فيها قهوه وطباق، والطعم هنا كانك فعلا بتشرب مشروب قهوه باللبن ساقع، حلو جدا وقوي جدا جدا. والميزه بقى هنا ان الطعم ده مش قهوه بونبوني نهائي، طعمه فعلا قهوه بلبن ساقعه، حلو قوي دي. الفليفر اللي بعد كده ووتر ميلون بابل جام. في البابل جام طعم الايس ضعيف جدا، بس قوه وضوح الووتر ميلون حلوه جدا جدا، ودي برضو اتوقع لها اقبال حلو جدا لكل الناس اللي بتحب طعم البطيخ في الفيب. ندخل بقى على حاجه خشنه شويه للناس محبي الطوباق. الفليفر ده اسمه كلاسيك طوباق.
اعتقد الناس اللي بتحب فليفر التوباكو مش بتلاقيه قوي في الديسبوزبل، ده هيكون اوبشن حلو قوي. هو مش طعم مثلا التوباكو كاستر اللي الناس متعوده عليه، ولا طعم التوباكو كراميل بالمكسرات او الاتجاه ده خالص، هو نوع توباكو من الانواع الخشنه شويه، واعتقد ان هم عاملينه انهانسمنت بحته فانيليا تقريبا. بس بالنسبه للناس اللي مش عايزه حاجه مسكره او حاجه ايسي قوي، الكلاسيك توباكو هيبقى حلو جدا ليهم، خصوصا مع النفس الضيق ده. هو طبعا مش هيديك طعم السيجاره، ولكن محاكاه قريبه جدا من السجاير. الفليفر بقى ده هو دبل ابل، والمفروض ان ده للناس اللي بتحب طعم الشيشه التفاحتين، فخلينا نجرب طعم. انا توقعت هنا ان هو هيبقى فيه طعم الحرق، لان في ناس كتير عملوا ليكويد اسمه دبل ابل وفعلا بيحط فيه طعم الحرق بتاع المعسل التفاحتين، ولكن هنا انا حاسس ان هي رسي بتفاح عاديه، يعني ممكن طعم التفاح الاخضر فعلا ممزوج مع حاجه تانية، ولكن مش طعم الشيشه التفاحتين. الفليفر اللي بعد كده ميكسد بيريز، ودايما البيريز الناس بتحبها قوي في الديسبوزبل، فخلينا نشوف هو عاملها ازاي. هي هنا نسبه الايس متوسطه، وطعم البيريز فعلا قوي جدا جدا. الناس اللي بتحب الميكسات اللي فيها البيريز دي هتبقى مناسبه قوي، لان هي مسكره وطعم الفليفر قوي وواضح جدا. الفليفر بقى اللي بعد كده ووتر ميلون ايس، وده المفروض هيبقى مختلف شويه عن الووتر ميلون بابل جام، فخلينا نشوف. هنا بقى نفس طعم الووتر ميلون، ولكن معاه ايس اقوى بكتير من البابل جام. برضو الفليفر واضح ومسكر، ولكن انا شخصيا افضل جدا الووتر ميلون بابل جام عن الووتر ميلون ايس. انا كده من الثمان انواع اللي انا جربتهم لغايه دلوقتي، هقول التوب 3 بالنسبه لي هيبقى اولا الفانيلا لاتيه، ده رقم واحد حلو جدا، وبعد كده الووتر ميلون بابل جام حلو قوي، وطعم البابل جام حلو، وطعم البطيخ فيه حلو جدا وطبيعي مش كاندي نهائي، والثالث هيبقى الكولا ايس. فعلا الفليفرز فيهم واضحين جدا، والحاجات اللي المفروض تبقى مسكره مسكره حلوه قوي، والفواكه مش رايحه خالص في اتجاه البونبوني والحاجات الفيك دي، معظمها اطعمه طبيعيه جدا. ولاني طبعا ما كنتش هقدر اجرب ال15 فليفر، ففي 7 اطعمه تانيين هقول لكم عليهم دلوقتي. عنده كمان فليفر سبيرمنت، وفليفر بلو بيري ايس، ودراجون فروت بانانا تشيري، وطبعا مانجو ايس، والفليفر اللي الناس بتحبه جدا في الديسبوزبل وهو الستروبري كيوي، وعنده كمان ميكس ستروبري مانجو، واخيرا طبعا الفليفر كان لازم يبقى موجود الجريب ايس. وطبعا اكيد مش هنعدي الفيديو من غير ما نطلع هدايا، احنا هنطلع 14 ديسبوزبل لسبع اشخاص، كل واحد هياخد 2 ديسبوزبل. شروط السحب ايه بقى عشان تبقى واحد من السبعه دول؟ طبعا ان انت تعمل لايك كومنت للفيديو ده على يوتيوب، وهتلاقي البوست موجود على صفحتنا على الانستجرام، اعمل برضو كومنت هناك، وانا هعمل سحب من هنا او من هنا، فتاكد ان انت عامل كومنت هنا وكومنت هناك عشان فرصتك انك تكسب تبقى اعلى. بس كده، اتمنى انت طبعا تعمل سبسكرايب بقى وفولو لينا على كل المنصات، على تيك توك وفيسبوك وانستجرام، وتفعل الجرس الموجود هنا علشان كل ما ننزل فيديو جديد يبعت لك نوتيفيكيشن على طول. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالفيديو ده، اشوفكم على خير.